به ولننادي أنفسنا وأهالينا وأسرنا وأصحابنا، أجيبوا داعي الله. فأنتم على مقربة زمان المخاض للأحداث في العالم يحول من في العالم إلى معسكرين اثنين لا ثالث لهما، فسطاطان كما ذكر سيد الأكوان، فسطاط كله إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كله كفر لا إيمان فيه، كله نفاق. ستقبل على الناس هذه المرحلة، وبحسب التهيؤ ستكون الأسر والأولاد عندنا في إحدى الفسطاطين، ولكن من أوجب ما يجب الحذر منه أن تترك أسباب ووسائل يتحول بها زوجتك أو بنتك إلى الفسطاط الخبيث، إلى فسطاط الكفر، بشيء من كدر الفكر واعوجاجه، وبشيء من سوء الاعتقاد، أو بشيء من استحلال محرمات حرمها الجبار جل جلاله، أو بفسح المجال بسوء ظن في القلب لأصفياء لهم عند الرب منزلة، فسوء الاعتقاد فيهم من أقوى أسباب الوقوع في الكفر والبعد عن الهدى والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاحذر من هذه الأسباب في كل فرد من أسرتك وأصحابك وأصدقائك، واعلم أن الله ناصر محمدا ومظهر ما أرسله به من الهدى على رغم كل من كفر وجحد وعاند وكذب واعتدى، كائنا من كان إبليس وجنده، إنهم لن يعدوا قدرهم، وإن لهم حدودا فيها ضلالهم وكفرهم ولن يتعدوها، وإنه لا زال القرآن بيننا، فلا يحلم عدو الله ومن دخل في صفه أن يقطع عنا حقائق الاتصال بالله، وأن يتحول عموم المسلمين إلى كفار، أو أن يعبدوا غير الله جل جلاله وتعالى في علاه، وإن بينهم وبين أن يبقى من على ظهر الأرض كفار لا إسلام فيهم لا وعد جبار قهار يقسم ظهورهم، ولن يستطيعوا دفعه، ولا يمكنهم أن يمنعوا وقوعه بكل ما عندهم. هل تعرف بكل ما عندهم؟ يا صاحب الهيبة من الطيارات، يا صاحب الهيبة من الأسلحة، يا صاحب الهيبة من الخطط، كل ما عندهم لا يستطيعون على دفع هذا المقرر المقدر من قبل العلي الأكبر، وإن بينكم وبين ذلك لزمان سيظهر فيه مهدي الأمة وينزل فيه عيسى بن مريم، وإن بينكم وبين هذا وقت لا يبقى بيت من بيوت الأرض إلا ودين محمد داخله حاصل فيه على الإطلاق، من شرق الأرض إلى غربها، وجميع خططكم لا تستطيع أن توقف هذا الواقع، ولا أن تمنع، ولا أن تقطع، ولا أن تبدل، ولا أن تغير، من وعد وقول من لا يبدل القول لديه، وما هو بظلام للعبيد جل جلاله. فيا من بقي في قلبه مثاقيل ذر من إيمان، انهض وقم واغنم أن تدخل في ميدان جندية للرحمن، لتكون وأسرتك ومن معك إذا انقسم الناس فسطاطين في فسطاط إيمان لا نفاق فيه.